أحدت العاصفة أليكسا الشعور بالبرد لدى اللبنانيين، انقسمت المدارس حيالها. فقرار وزير التربية حسان الدياب وقف الدروس في المدارس الرسمية والخاصة ذهب أدراج رياح العاصفة أليكسا، فبقي تلاميذ المدارس الرسمية في منازلهم، فيما استيقظ بعض تلاميذ المدارس الخاصة باكرا، التحفوا وتوجهوا إلى مدارسهم. كاميرا الجديد استطلعت آراء هؤلاء الأطفال وأهلهم. أنتم شو مسقعين؟ لا أنا لا بدي أحكي. أنا بدي أحكي. طيب مبسوطين اليوم جيتوا على المدرسة ولا يا ريت كنتوا بقيتوا بالبيت؟ يا ريتنا مبسوطين. مبسوطين اليوم جيتوا؟ بس ما في سقعة وفي عاصفة. بعرف بس ما اجي بشيل عاصفة. ما جيت. ما درستوا؟ لا ما درسنا، قعدنا احنا عم نلعب لأن كلهم غايبين. أفضل لكم إنه يكون في؟ إيه أكيد أكيد أفضل. يعني ليش إنهم يتغيبوا؟ ما في شيء كثير يعني هالقد يعني يستاهل إنه يغيبوا أو شيء. أنت في سقعة؟ مش مسقعة. تحب ترجع على المدرسة؟ ما بدك ترجع على المدرسة؟ لا طبعا أريح لنا إذا بيكون في مدرسة. ليه؟ لأنه أنا موظف ومرتي موظفة. إيه لأنه برد كثير. كان بفضل يكون ما في ما في مدارس. إيه أكيد. نحن بس كان عندنا 4 غايبين. نحن كان عندنا 6، 6 غايبين و8 نحن بالصف. هيدا نهار تقريبا عذاب. لانه ما بنعرف الطقس كل ساعه شيء يعني، والوزير بيقول شيء ونحن مضطرين نفتح وما فينا نغير على التلاميذ غيابهم. حاولنا مرارا وتكرارا التواصل مع وزير التربيه غير اننا لم نفلح في التحدث اليه، فاجتماعاته كثيره ومنها لبت فتح ابواب المدارس الرسميه التي تقع مباشره تحت سلطته، فيما لا سلطه له على المدارس الخاصه. ولكن يبقى أن قرار وزير التربية يأتي بعد الاجتماع بهيئة إدارة الكوارث وتوصياتها، إضافة إلى توجيهات قوى الأمن الداخلي وحالة الطرقات، وعليه يتخذ قرار إقفال المدارس أو فتحها.